بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عظم الله لكم الأجر باستشهاد مولاتنا فاطمة عليها السلام. الله عز وجل جعل لفاطمة مقامات لم يعطيها لا لنبي ولا لوصي. المقام الأول هي مدار النبوة والإمامة، وهي أم لأبيها وأم لأولادها الطاهرين عليهم السلام، بل على معرفتها دارت القرون الأولى، وكل النبوات وكل الوصايا والأوصياء كلفوا بمعرفتها صلوات الله عليها. والمعرفة هنا ليست المعرفة التفصيلية، بل المعرفة الإجمالية، لأن المعرفة التفصيلية ممتنعة، لأن معرفة التفصيلية في هذا المورد ممتنعة. إذن لا يصل نبي ولا وصي إلى مقامات المعنوية إلا الإذعان بفضلها ومعرفتها. المقام الثاني هي مدار الطهارة ونقاء القلب والعقل. أشهد أني طهرت بولايتك وولاية أولادك عليهم السلام. إذن هي مدار الطهارة والنظافة في الضمائر وفي العقول وفي القلوب. ثالثا أنها مدار التاريخ الإسلامي، ومسير البشر يبتدئ منها. التاريخ الإسلامي والأحداث الإسلامية والمناهج التي يعملون بها المسلمون ابتدأ من هناك ودون من هناك، ولذا انقسم المسلمون إلى ناصر وخاذل، صلى الله عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى أولادها الطاهرين.